السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع منصة تكامل التعليمية والمحاضرة الثانية من محاضرات التأسيس في المرحلة المدمجة. تكلمنا من قبل عن هذه المرحلة وقلنا يا أخواننا إن إحنا عندنا هذه الفترة بنكون أغلبنا مشغولين جدا مع فترة التربوي العام والاستعداد لاختبار التربوي العام. علشان كده اقترحنا ان تكون عندنا المحاضرات مشتركة ما بين مشتركي المستوى الاول ومشتركي المستوى الثاني، وناخذ بعض الموضوعات الخفيفة في هذه الفترة علشان ما نشغلكم بزيادة عن التربوي العام ونخلي تركيزكم معاهم برضو اكثر ان شاء الله. وفي نفس الوقت يبقى احنا ماشيين بكميات بسيطة جدا في هذه المرحلة استعدادا لاختبارنا النهائي إن شاء الله، اختبار الرخصة المهنية الخاصة باللغة الإنجليزية. تحياتي لكم ومعذرة على التأخير، ولكن بتبقى دائما أمور خارجة عن الإرادة. جزاكم الله خير على صبركم وتعاونكم معا. يلا بينا نروح بسم الله لمحاضرتنا الثانية، Professional Licensing Test for English Teachers، اختبار الرخصة المهنية الخاصة باللغة الإنجليزية، المحاضرة التأسيسية المدمجة الثانية. أخوكم دكتور محمد أبو كيلة، تحياتي لكم. كما بدأنا من قبل وقلنا دائما عندنا شعار ماشيين به في قسم اللغة الإنجليزية بنقول فيه دائما: لا يحلو البدء إلا بسم الله، ولا يحلو الشرح إلا بالسؤال. يلا بينا بسم الله نبدأ، ونبدأ بسؤال تنشيطي عشان المشتركين اللي معانا في الزوم نتنشط كده ونتحرك ونشارك ونتفاعل إن شاء الله. تعالوا نشوفوا سؤالنا اليوم الخاص بالمحاضرة الثانية، وهي عن teaching listening، تدريس مهارة الاستماع بصفة عامة. سؤالنا بيقول يا إخواني: فراغ listening activities may require the student to look for specific information. فيه نوع من أنواع listening بيتطلب من المتعلم أنه يبحث عن معلومات مخصصة، or guessing the meaning of a word، أو يخمن معنى كلمة، or phrase، أو عبارة from context، من السياق. قلنا في المحاضرة الأولى إن دائما بيكون عندي في اختبارات الرخصة إجاباتي نظام الاختياري من 4 اختيارات. عندما نقرأ السؤال بمجرد القراءة والتركيز على بعض الكلمات المهمة اللي سمناها keywords، الكلمات المفتاحية، بنستبعد بعض الخيارات مباشرة ونركز على البعض الآخر. غالباً بنستبعد 2 ونركز على 2 أخرى. طيب تعال نشوف كده إيه الكلمات اللي ممكن نستغلها هنا في معطيات السؤال عشان نركز بها على الخيارات الهامة. عندي specific information، معلومات محددة أو مخصصة، guessing the meaning، تخمين المعنى، وكمان context، سياق الكلام. ما هو النوع المناسب من أنواع listening activities، مهارات الاستماع، اللي بتتطلب هذه المطلوبات اللي قلنا عليها وأخذناها ككيوردز، كلمات افتتاحية وكلمات مفتاحية مهمة جدا. أنا عندي أنواع من listening، فيه listening extensive وفي listening intensive، وفي silent listening، ما فيش formal listening، طبعا هي كلمة إضافية زيادة. لو أنا ركزت شوية هنستبعد formal نهائيا من الخيارات. كمان silent reading أو silent listening طبعا مستبعدة أيضا، لكن هنركز على extensive و intensive. intensive هنا الاستماع المكثف اللي بنركز فيه على معلومات محددة ومخصصة، ونخمن فيه على معاني الكلمات ومعرفة معاني مفردات وكلمات وجمل معينة من خلال السياق. إذن الإجابة المناسبة في هذا السؤال هو
intensive listening وحناخده بالتفصيل إن شاء الله بعد شوية في محاضرة اليوم. نروح للسؤال الثاني، السؤال التنشيطي الثاني، بيقول لي in the فراغ type of listening، فيه نوع من أنواع listening أيضا، we use the top down model، بنستخدم فيه نموذج top down من الأعلى إلى الأسفل. هنشرح برضو اليوم أنواع listening واستراتيجياته بصفة عامة. هل هنا أنا هنستخدم كلمة type of listening كeyword، كلمة مفتاحية؟ لا طبعا، أنا عندي الكلمة اللي هتفيدني جدا في حل هذا السؤال، كلمة top down. ما معنى top down؟ يعني من الأعلى إلى الأسفل. هذا نموذج من نماذج القراءة ونماذج الاستماع بصفة عامة. طيب في هذا النموذج احنا بنركز على extensive ولا intensive؟ ما فيش حاجة طبعا اسمها therapeutic العلاجي ولا critical listening. ممكن يكون فيه listening critical لو أنا بنعمل نقد لحاجة معينة، لكن على العموم أنا عندي تركيز على extensive وintensive types of listen، نوعين مخصصين معنا إن شاء الله اليوم. حتكون إجابتي هي الإكستنسيف listening، ده نظام من الأنظمة في الاستماع بيكون موسع جدا، يعني جاي من كلمة extend، يتوسع. طيب نروح نشوف محتوى محاضرتنا اليوم بعد ما خذنا الأسئلة اللي تفتح نفسنا للمحاضرة، ونروح للمضمون بتاعنا. listening skill، أول مهارة من مهارات اللغة بصفة عامة كما تحدثنا في المحاضرة الماضية هي مهارة الاستماع. حتى في تعلم اللغة عند البشر بصفة عامة بتبدأ حياتنا اللغوية بالليسنينج، الاستماع. في الليسنينج احنا بنستمع لنص معين علشان ناخذ منه معلومات مهمة، نجيب على أسئلة أو نناقش محتوى معين في درسنا. تعال نعرف ما معنى listening. What is listening? What does listening mean? Listening is the skill of understanding spoken language. هي مهارة فهم اللغة المنطوقة أو المقروءة، لأنك أنت بتستمع لنص مقروء. Listening is a receptive skill، وهذا شرحناه في المحاضرة الأولى، أنه من المهارات الاستقبالية ومهارات الانبوت. Listening involves speech decoding and comprehending. يحتمل الاستماع ويشتمل على فهم وفك شفرة الكلام اللي احنا بنستمع ليه. Active listening. Active listening لما نيجي نعرفه يا اخوانا هو عبارة عن a procedure for teaching listening. عبارة عن طريقة لتدريس الاستماع in which students show their understanding of what a speaker says. هنا المتعلم بيبين فهمه لما قاله المتحدث by repeating، عن طريق التكرار of what the speaker has said، لما قاله المتحدث، or by responding in other ways، أو بالرد على الاستماع بطرق مختلفة to show comprehension، عشان نبين فهمنا للاستماع. طبعا مهارة الاستماع كلها قائمة على فهم النص اللي بيقرأ قدامك اللي انت بتسمعه، علشان تقدر تجاوب على أسئلة أو تدخل نقاش أو تشرح ما تم استماعه. فهنا أنا مركز جدا على فهم النص المقروء اللي أنا بنسمعه، واحد ثاني بيقرأه أو بيتحدثه. تعال نشوف هنا ما هي الأمور اللي بتخلي الليسنينج مهارة صعبة. مهارة الاستماع صعبة جدا، إحنا حتى كمعلمين لو دخلنا اختبار استماع بتكون درجاتنا فيه مش كاملة أبدا. ليه؟ لأن الاستماع بيحتاج تركيز وكمبرهنشن وفهم قوي جدا 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 علشان تفهم المضمون كله وتقدر تستفيد وتجاوب على الأسئلة المعطاة. الأمور اللي احنا قلنا بتصعب الليسنينج منها، أول شيء إن reduced form of spoken language، أمور الاختصارات في اللغة يا أخوانا، زي لما نسمع كلمة I'd و I won't، اختصار ل I would أو I had، أو اختصار ل I won't، أو اختصار ل not، أو اختصار ل is، ممكن يكون نفسه هو اختصار has.
يعني لو قلنا اتس اللي هي ات وفاصلة واس في نفس الوقت هي اختصار لإت إز واختصار لإت هاز، فهذه بتسبب صعوبة للمستمع دائما في دروس الاستماع. نشوف كمان redundancy speech when not planned consists of more words than necessary. أحيانا أنت بتستمع لنص بيكون فيه كلمات كثيرة جدا وعبارات وجمل غير مطلوبة. ليه؟ لأنك أنت ممكن تسمع نص من الحياة اليومية فيه زيادات وحاجات غير مطلوبة وغير مفيدة، فدي بتسبب يعني ارتباك ومشكلة للمستمع وما بيكونش مركز على المضمون ككل، بين صعوبة يعني المادة المعطاة وكثرة الكلمات والجمل اللي بتدخل على أذنه. وsometimes he repeats some words or insert words like I mean or أو in our talk، بندخل في محادثاتنا دايما جمل زي كلمة I mean I wanted to say. كل الجمل هذه بتكون داخلة في speaking اللي بيستمعه المتحدث وبتسبب له صعوبة بسبب تكرار هذه الجمل بلا داعي. كمان السبب الثالث في صعوبات الاستماع performance variables in spoken language. عندنا كمان احتمالات تغير في الشكل بالنسبة للأداء و false starts والبدايات الخاطئة و pauses and correction of are common. كمان السكوت في مكان معين في المحادثة وكمان عملية التصحيح بتبقى أمور شائعة في لغة الناس اللي بيتكلموها بصفة عامة، وهذه بتسبب للمستمع مشكلة وصعوبة في عملية فهم النص اللي بيستمع ليه. These performance variables can cause distraction to the L2 learner. وهذه زي ما قلنا بتسبب مشكلة كبيرة جدا في فهم ما يسمعه المستمع. Number four، ان احنا عندنا rate of delivery unlike reading. كمان فيه فرق كبير ما بين الاستماع والقراءة. احنا عندما نقرأ بيكون قدامي النص فبنقرأه ونتعايش معاه، انما لما بنستمع انا بنستمع من فم متحدث اخر بنعيش على يعني طريقته ونظام كلامه ويعني مركز على كلمات ايه، نبرة صوته والاشياء هذه كلها بتضطرني ان انا اتعايش معاها واحاول افهم المضمون، وقد يكون هذه مشكلة لي انا كمستمع لان المتحدث ممكن يقصد بطريقة الانتونيشن عنده والاسترس. حتى في النقطة الخامسة ان عملية الانتونيشن والريثم والاسترس هذه بتسبب مشكلة للمستمع جدا. السمات هذه بتسبب مشكلة للمستمع لان المتحدث قد يكون يقصد بها شيء معين لا يصل الى السامع. يبقى في هذه النقطة استعرضنا ليه الاستماع صعب بالنسبة للمتعلم كمهارة بصفة عامة يصعب تعلمها ويصعب التعامل معها. تعال نشوف نوعي الاستماع. عندنا two important models، نموذجين مشهورين ومهمين جدا. فيه نوع اسمه top down من الأعلى للأسفل، وفيه نوع اسمه bottom up من الأسفل للأعلى أو من القاع للأعلى. top down processing بيسموه top down processing في listening، ده نموذج من نماذج الاستماع. فيه طبعا listeners develop comprehension، المستمع هنا بيحاول الفهم أو يفهم مضمون النص اللي بيستمع ليه by using prior knowledge، عن طريق استخدام المعلومات السابقة of the context in which listening takes place الخاصة بسياق الكلام. ولو تذكروا كلمة context ذكرت في السؤال اللي احنا ابتدأنا به محاضرتنا اليوم، وكانت حتى الإجابة top down، عشان لما بنركز على الكونتكست ونستخدم السياق في فهم مضمون الاستماع أنا بستخدم استراتيجية top down model. طيب to make sense of what is being heard، المستمع هنا بيحاول أنه يفهم أو يحس أو يعرف مضمون النص المسموع عن طريق فهم سياق الكلام وخبراته السابقة لمضمون النص. طيب عندنا نماذج وأمثلة لاستراتيجية التوب داون اكسرسايز. لما نطلب من المتعلم ونقول له مثلا listen to a series of sentences،
استمع لمجموعة من الجمل after each sentence وبعد كل جملة answer inferential question such as where might the speaker be. لما نسمع المستمع نص معين ونروح نسأله أسئلة بعدها زي مثلا أين يكون المتحدث عندما كان يتكلم، أين كان، how might the speaker be feeling، وما هي مشاعر المتحدث. كل هذه أسئلة تحتاج من المتعلم عندنا أو المستمع أنه يستخدم استراتيجية top down processing، يعني نظرية من الأعلى الأسفل عشان يشوف سياق الكلام ويقدر يربطها مع البراير نوليدج المعلومات السابقة له. مش هيقدر يجاوب على الأسئلة هذه إلا إذا فهم سياق الكلام علشان يقدر يقول والله المتحدث هذا في الفصل، المتحدث هذا في المدرسة، في المستشفى، طيب يشعر مثلا بالحزن، يشعر بالفرح وهكذا. نشوف النموذج الثاني من نماذج الاستماع، عندنا نموذج اسمه بوتوم اب بروسيسنج، يعني من القاع الى الاعلى. طيب وهذا فيه طبعا الليسنرز ديفلوب اندرستاندينج، المستمع هنا بيحاول يفهم باي ستارتنج وذ ذا سمولست يونتس اوف ذا كونتكست، بيبدا في هذه الاستراتيجية بفهم النقاط الصغيرة والأشياء الصغيرة زي الانديفيدوال ساوندز وساوندز كومبايند انتو ووردز، ويركب الأصوات ويحول بها انه يعمل كلمات which combine to form phrases اللي بتعمل بها جمل وجمل اكبر او عبارات وجمل. يبقى هنا الاستراتيجية هذه بيبدأ المستمع فيها من الأصغر للأكبر، وكانت ذكرت هذه الاستراتيجية في السؤال الافتتاحي الثاني اليوم لو تذكروا يا أخوان. طيب تعال نشوف هنا أمثلة لاستراتيجية البوتوم أب بروسيسنج. لو قلت للمتعلم listen to a series of sentences، اسمع معايا مجموعة من الجمل وcircle yes، اختار yes if the verb has an ed ending and circle no if it doesn't، يعني حنسمعه جمل ونقول له يلا حط لي يس إذا كان الفعل اللي أنت هتسمعه منتهي بإي دي، وحط نو إذا كان ما فيش إي دي. طيب هذه تعبر عن أسلوب اسمه بوتوم أب موديل زي ما قلنا قبل شوي، بنبدأ فيه من الأصغر للأكبر. طيب تعال نشوف هنا الانتر أكتيف بروسيسنج، هذا الأسلوب الثالث من أساليب الليسن. Listening involves processing of the incoming speech signals. أنا هنا الاستماع بيشتمل على يعني speech signals، الإشارات الكلامية، يعني bottom up processing and the use of prior knowledge، واستخدام المعلومات السابقة والcontext زي ما خدناه في استراتيجية الايه bottom up، وكمان top down processing in order to create meaning، وفي الاستراتيجية الثانية عشان نوصل للمعنى بنستخدم استراتيجية الايه top down اللي هو ما يسمى بال comprehension. This means that we use both processes simultaneously when we listen and that is known as the interactive processing. يبقى إذا قدرنا ندمج top down model والbottom up model، دمجناهم مع بعض الاثنين، استخدمنا الاستراتيجية الأولى واستخدمنا الاستراتيجية الثانية وعملنا منهم mixture خليط، إذن أنا عندي حاجة اسمها interactive processing. يبقى إذا جاني سؤال في الاختبار عن what is interactive processing in listening، ما هو الinteractive processing اللي هو نموذج التفاعل أو الدمج، هو عبارة عن خليط ما بين استراتيجية البوتوم أب والتوب داون يا إخوان. تعالوا نشوفوا النقطة اللي بعد هذه في محاضرة الاستماع. زي ما قلنا في الأسئلة الافتتاحية أيضا كان عندنا أسئلة تخص أنواع الليسن، انتنسيف لسننج وإكستنسيف لسننج، ما الفارق بينهما؟ انتنسيف لسننج The students focus on certain elements of spoken language like phonemes, intonation, discourse, markers. في هذه النوعية من أنواع الاستماع intensive listening المكثف
المتعلم او المستمع بيركز على عناصر اللغه المنطوقه مثل الاصوات وعمليه تنغيم الكلام. وفي الانتنسيف ليسننج اكتيفيتيز may require the student to look for specific information. المتعلم هنا بيركز على فهم معلومات مخصصة ومحددة أو guessing the meaning أو يخمن المعاني of a word or phrase from context من سياق الكلام أو النص. هذه المعلومة ذكرت في السؤال الأول لو نذكره في بداية محاضرتنا اليوم لما اخترنا في إجابة السؤال intensive listening ما يسمى بالاستماع المكثف يا إخوان، اللي بيركز فيه المتعلم أو المستمع على معلومات مخصصة ويحاول فهم الكلمات المعطاة والمعلومات من خلال سياق الكلام ومن خلال عملية التخمين. النوع الثاني عندي extensive listening، الاستماع الموسع يعني الأكبر أو المفخم والمضخم شوي، هو عبارة عن listening to lengthy texts، استماع لنصوص كبيرة موسعة. هنا students might engage in extensive listening for pleasure. وغالبا هذه الأنواع من أنواع الاستماع بتستخدم للتسلية والترفيه على المستمع فقط، لأنه هنا مش بيركز على معلومة specific مخصصة. هذا النوع effective way to develop listening skills، بيستخدمونه كطريقة فعالة جدا في تطوير مهارات الاستماع outside the classroom، خارج الفصل. داخل الفصل احنا بنركز على intensive listening النوع الأول، لأن المتعلم بيركز على فهم معلومات مخصصة ومحددة ويجاوب على أسئلة في داخل الفصل. extensive listening قد يستخدم خارج الفصل لأنه غالبا للترفيه ولا يركز على معلومة مخصصة أو محددة فقط. It aims to develop global understanding of spoken language. زي ما نفتح مثلا يوتيوب ونسمع أنا مثلا نصوص أو نستمع لمحادثات بصفة عامة، قد نخرج منها بمعلومة معينة أو نستفيد شيء أو نجلد فقط، ما هي بطريقة استخرج إجابة أو ركز علشان تطلع إجابة معينة من النص. In this type، في النوع الأخير extensive يا إخواني، we use the top-down model. في هذا بنستخدم التوب داون موديل، بناخد أسلوب من أعلى لأسفل. أما intensive listening، النوع الأول كنا بنستخدم فيه bottom up من القاع للأعلى، لأن بنركز فيه على المعلومات المخصصة والمحددة. هنا بنصل إلى نهاية درسنا اليوم. كان عندنا محاضرة بسيطة كانت مقدمة عن تدريس مهارة الاستماع، ما هي الأمور اللي بتخلي الاستماع صعب، ما هي استراتيجيات تدريس الاستماع، وما هي أنواع الاستماع المعروفة بصفة عامة. إن شاء الله حيكون عندنا أسئلة على الجروب خاصة بهذه المحاضرة، أتمنى من الجميع المشاركة والتفاعل. وإن شاء الله إذا عندك أي شيء أو ملاحظة على المحاضرة أو أي جزئية مش مفهومة، لا تستحي أبدا تتواصل معي وأنا إن شاء الله تحت أمرك. جزاكم الله خير، شكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وكما اتفقنا يا إخواني إن في المرحلة هذه حتكون محاضراتنا كلها محاضرات قصيرة وبسيطة، إن شاء الله نقدر نستفيد منها وكمان نستعد بيها إن شاء الله للمرحلة القادمة فيما بعد اختبار التربوي إن شاء رب العالمين. طيب، جزاك الله خير. أحد إخواني المعلمين بيقول interesting lecture and great explanation، شرح عظيم ومحاضرة جيدة. طبعا الشكر لكم أنتم اللي متفاعلين معايا وحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. وبنعيد ونكرر يا إخواني دائما إذا كان فيه أي ملاحظ أي نقد، هذا بيشرفني على فكرة جدا. أي تعليقات وتوجيهات أنا تحت أمرك، أنا معاكم في أي وقت. كل هدفي وهدفكم هو إن شاء الله إن احنا نجتاز وبدرجات متفوقة، وإن شاء الله تكون يعني سنة سعيدة علي وعليكم جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وفي أمان الله تعالى، ونراكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بكم،
مع منصة تكامل التعليمية، أخوكم محمد أبو كيلة، في حفظ الله وأمانه.